عليكم، مساء الخير، مساء الطيبة، مساء الإحساس. اللي بغيت أقول لكم هي عندي بعض الخطوط العريضة اللي يمكن تكون مواضيع مستهلكة متكررة عدت عليكم كذا مرة، ولكن كلما استوقفتني أثارت انتباهي. بحب أني أرسلها لكم عبارة عن أصوات كذا عشان نستمع لها في هدوء وروية، ويمكن تصحي فينا شيء في دواخلنا. حسميها اليوم إشارات مرور لأنها استوقفتني. جمال، الجمال بالنسبة لكل شخص له معايير ومقاييس حسب رغبته ومفاهيمه ومنظوره الخاص، ولكن يبقى الجمال الخارجي هو مجرد لوحة ترسم بأي شكل ولون يختاره صاحب جمالها. ولكن الجمال الروحي هو الأبقى والأصدق، فدوما أرواحنا جميلة بأخلاقنا وطباعنا وتسامحنا. الحياة فيها جمال، وجمالها التسامح والكلمة الطيبة ومشاركة الناس أفراحهم وبذل المحبة والألفة لهم. هذا هو الجمال الحقيقي، وقد أثبت العلم أن الحقد والحسد والبغضاء يعود على صاحبه بالأمراض النفسية والتعاسة وفقدان الجمال الجوهري وفقدان المحبة والألفة. فما أجمل تلك الأرواح التي لا تتصنع. بصفة عامة هو حسن التعامل، فالجمال يأتي من الكلمة الحنون، من الكلمة الطيبة التي ترمم الأرواح المنكسر وتضمد شقوق الوجع. فالجمال هو أن تقول كلمة جميلة ليس لجبر الخواطر ولكن بمصداقية. فالجمال لا يكون بامتلاك وجه جميل أو هندام جميل. فالجمال ليس هو أحسن اللبس، فالجمال ليس هو أحسن المسكن، فالجمال ليس هو التصنع أو إضافة بهارات لشخصيتك، بل الجمال يكون لمن يمتلك قلبا جميلا متسامحا طيبا حنونا رؤوفا وكبيرا بأخلاقه وتعامله. كل في الكلمات التي تلامس الأرواح، ليس باللبس والمظهر، وليس بالغنى، وليس بالفخفخة. فالجمال ليس هو ذاك الكذب الذي نتصنعه أحيانا والمجاملة. أعيد أن الجمال ليس باللبس والمظهر، فالكلمات كالملابس، يجب أن نجربها من قلوبنا وأن نجردها من النفاق. فتلك الكلمات التي تأتي من روحنا وتشق قلوب الآخرين وتخرج بهم من أنفاسهم بعطر جميل يرمم كل الحزن، تلك هي كلمات تأتي من جمال الروح. فالذوق الرفيع للإنسانية والأخلاق هو الجمال. هو أن لا تدقق في هندام الشخص أو في شكله أو في لون بشرته. الجمال هو أن تقبل الناس كما هم، كما خلقهم الخالق، بنعمهم، بأسلوبهم، بطيبتهم. الجمال هو أن تبحث عن العطاء في نفسك. فعمل الخير جمال أكيد، ولكن لا تجامل الناس وتظهر لهم أنك تعطي وتتصدق، فالفرحة لك قبل أن تكون له. هنا يكمن الجمال. جمال في تجاهل الأذية، الجمال في الصفح، في المسامحة، الجمال في العطاء دون انتظار المقابل. الجمال مفهوم كبير لأصحاب النفوس الراضية المرضية. فالحياة
فيها جمال كثير ونحن لا نراه، وكل منا يبحث عن الجمال، وفي نفسه وأعماقه روح جميلة، إن استغل تلك الروح بنظافتها ونضارتها ورقيها وابتعد عن مساوئ الدنيا كان جميلا. فلا تتجملوا بالمصاحيق، ولكن تجملوا بالأخلاق فهي الباقية. أنتم الجوهر، فالمظهر يفنى مهما رممتوه بعمليات التجميل وما المصاحيق، ومهما وضعتم أقنعة ليس بأنتم، فستفقدون لمعان الجمال الروحي. الجمال هو أن تلامسوا المصداقية في الأشخاص، فكل ما يأتي من القلب يصل إلى القلب. دعوا قلوبكم تحلق بما في نفوسكم وأرواحكم من طيبة وأخلاق وصفاء ذهون، لكي يظهر بريقكم ورقيكم على وجوهكم، وهكذا يكون جمالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا موضوع الجمال الروحي ده موضوع جميل جدا، ويعني الناس بينقسموا في تلقيهم للعلوم، في استقبالهم لفهم فلسفة الحياة لحاجتين. أول مدرسة هي المدرسة العقلية، بنسميها احنا الفيزيائية، معتمدة على الأشياء اللي لازم تكون ممسوكة. وفي مدرسة أخرى هي المدرسة الروحية التي تعتمد على اليقين القلبي. وفي ناس تمسكت بفكرة الفكر العقلي فقط مطلق، وفي ناس بتقول الفكر القلبي. ولكن أفضل الأشياء هو الدمج. ولكن المفتاح فين يا جماعة؟ المفتاح هو حطه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفنا أن ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا، ولكن إيه بقى؟ ربنا بينظر إلى قلوبنا. فسر الجمال الروحي متعلق بالتذوق القلبي، متعلق بالتذوق القلبي. طبعا بما ان القلب هو محل نظر الله سبحانه وتعالى، فلازم نعرف ان الشخص عشان يصل الى المراحل الجمال الروحي فعلا، الجمال الروحي فعلا، لازم يتحرر من حاجة اسمها الاصنام القلبية. الاصنام القلبية دي اللي هي مثلا واحد بيحب المنصب، يبقى ده كده عنده شهوة المنصب. واحد عنده حب المال جدا، يبقى عنده شهوة المال. واحد عنده حب للنساء، يبقى هو عنده شهوة النساء. واحد عنده حب للزهور، فبالتالي بيكون عنده شهوة الزهور. فكل الشهوات دي هي عبارة عن قوة، القوة دي ظلمانية. طبعا بتبقى انت مش شايف فيها ربنا سبحانه وتعالى، انت بتبقى شايف فيها نفسك. فكل مقام انت مش شايف فيه ربنا، فانت كده شايف فيه نفسك، فانت كده محجوب عن رؤية الجمال الروحي. فعلشان نوصل للمرحلة دي محتاجين فعلا اللي احنا نشوف ربنا سبحانه وتعالى في كل حاجة في حياتنا. يعني معنى اللي احنا نشوف ربنا اللي احنا نشوف حكمته من المواقف اللي بتحصل لنا في حياتنا، نتأمل المواقف اللي بتحصل في حياتنا. دكتورنا الحبيب، هو الميتافيزيقا هو نظرة ما وراء الطبيعة، واللي انت بتحاول تبحث عن الحقيقة او الجوهر في كل شيء في الحياة. طبعا حقيقة في الوقت الحالي من أفضل الجامعات حول العالم هي جامعة مسيحية، جامعة الميتافيزيقا، وهي جامعة دينية في أمريكا في ولاية أريزونا. تعتبر هي متصدرة تدريس هذه العلوم، وأنا بحاول بعمل أسلمة لهذه المدرسة. طبعا بس المدرسة عشان هي كبيرة جدا فلسه ما قدرتش أعلن عن أسلمة الميتافيزيكس، ولكن أسلمت بعض المدارس زي الرايكي اللي هي الطاقة الحيوية اليابانية، بعض الحاجات في المديتيشن، لأن هي بتبقى مرتبطة بمعتقدات مثلا هندوسية قد تتنافى مع المسلمين أو المسيحيين أو كده. فهي الميتافيزيقا جميلة جدا، ولكن للأسف تعتبر ما يعني مش لاقية نفسها في الوطن العربي. يعني علم الميتافيزيكس يعتبر من العلوم الغير منتشرة في الوطن العربي. ولكن هو اختصارا اللي انت تقدر توصل للحقيقة الجوهرية من حياتك، من أحداث اللي بتمر بيك، اللي انت تبص للجوهر في كل شيء. وأتذكر حكمة جميلة جدا كان بيقولوها كثير من الزهاد، كانوا يقولوا اترك المظاهر
ترى الحق ظاهر. يعني لما تبعد عن التمسك بالماديات والمظاهر هتشوف الحقيقة كاملة. فالجمال الروحي دوما يحلله بني البشر بالأمور والاتجاهات العاطفية، القلب، العين، الجسد، وبعدها الإحساس، فنعتمد على معايير ومقاييس خارجية أكثر من المعايير الجوهرية. أحسنت أستاذي. كيف إحنا صرنا نستمد قوتنا أو جمالنا من المظهر الخارجي ونحكم على المظهر قبل لا نحكم على الجوهر؟ فصارت الناس تشوفك جميل لو لابس أحسن ماركة، متعطر بأحسن عطر، لابس أحسن لبس، أو سايق أحسن سيارة. فهذا هو الجمال بالنسبة لهم، ليس لأخلاقهم ولكن لمكوناتهم الخارجية، سواء المادية أو الجسدية أو الشكلية. لم نعد يعني نركز في إيش أخلاقك، تربيتك، أسلوبك في الكلام. صارت هذه كلها مش مهمة، يعتمدون على الكماليات وليس الأساسيات. حتى صار الجمال يشترى ويباع بالمال، مع الأسف وللأسف. زهدنا في الأخلاق، زهدنا في القيم، زهدنا في أشياء كثيرة لم نعد نراها. حتى الثقافة أصبحت لا قيمة لها. وإن كنت ذو لسان عسل فأنت ستقشر البصل، والجمال يبقى لمن يلبس مجوهرات غالية وذهب وثراء فاحش. وشكرا. ترى الكون أجمل وأبهى بحلة جميلة، معناه أن النظرة من الروح والأخلاق هي التي تعكس لك مرآة الجمال، والتوازن التربوي والنفسي هو ما يعكس لك الجمال حولك حينما تكون روحك أجمل. اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. الجمال يندثر ويبقى الجمال الروحي والأخلاقي هو الأساس في نظري. قد نكون جميلين في الصورة ولكن في أخلاقنا أسوأ مما نتصور. لهذا إن اجتمع المظهر الخارجي مع جمال الروح كان التوازن مكتملا مثل البدر. فأنتم كلكم أصحاب أرواح جميلة، فاستغلوا أرواحكم لنشر المحبة والسلام والجمال. يا أحلى جواهر، تحياتي. طبعا علشان الواحد يحصل معاه في حياته حاجة اسمها وفرة الجمال الروحي في حياته، لازم يقدم الشكر للحاجات الصغيرة اللي في حياته. يعني مثلا تلاقي شخص مثلا ما عندوش امراض في جسمه، ولكن ممكن يكون عنده بعض الازمات الماديه، يبتدي ينقم على الاخرين وما يفكرش ان هو يشكر ربنا على النعم اللي معاه، فهو كده محروم عن رؤيه الجمال اللي في حياته اللي هو ربنا اعطاه له صحه. زي ما ناس كتير بيقولوا ان الصحه تاج على رؤوس الاصحاء لا يراه الا المرضى. يعني الصحه دي نعمه كبيره جدا. تخيل لما واحد يقول لك انا ممكن اديك 1,000,000 جنيه مثلا مقابل ان انت تديني عينيك، طب انت هتاخد عينيا امال انا اشوف ايه ازاي يعني. فبالتالي احنا لازم علشان تحصل وفره لازم نركز على النعم اللي موجوده في حياتنا، نركز على الحاجات الجميله اللي موجوده في حياتنا. ربنا خلق الكون ده بقوانين على فكره. لا اي حد عرف القوانين دي ايا كان دينه، على فكره لو حد فهم القوانين الكونية حياته هتتغير. مثلا من ضمن العلوم اللي موجودة زي مثلا العلم اللي كان موجود عند قارون، او ده كان عنده علم ولكن نسب العلم لذاته وما شافش فيه العطاء الالهي، فاتحرم من الجمال اللي هو ايه فيه، رغم ان هو كان عنده ثراء فاحش، ثراء كبير جدا. إنما أتيتوه على علم عندي، خلاص هو نسب القصة كلها لنفسه. فبالتالي أنت ممكن تكون أنت رجل باحث عندك يعني ممكن تكون عطايا أو حاجات مش موجودة عند أي حد تاني. لو أنت نسبت الجمال المطلق ده ليك بس، أنت هتوصل للغرور والتكبر وهتحجب عن رؤية الجمال الحقيقي، هتحجب عن رؤية الجمال الحقيقي. فبالتالي احنا قلنا المفتاح الاول والمفتاح الذهبي هو مراقبة القلب اللي هو محل نظر الله فينا احنا كبشر.
يعني ما تجيش تقول لي استجدعني ملونه ده احلى وده شعره اصفر وده طويل وده عريض. لا، ربنا مش اهم حاجه عند الله سبحانه وتعالى هو قلبك. انت بقى اسود ابيض احمر ايا كان لونك، المهم هو جوهرك الداخلي اللي هو محل انطلاق النيه القلب، محل الايمان القلب، محل نظر الله فيك القلب برضه. فعلشان تقدر توصل للجمال بتركز على قلبك وتبدا تطلع تكسر الاصنام اللي هي اصنام الشهوات اللي احنا اتكلمنا عنها، وتبتدي تطلع الحشرات بقى والزواحف والتعابين اللي جوه قلبك اللي هي ايه؟ الكبر، الحقد، الحسد، الغل، الكراهيه، الانتقام. لما تبدا تطلع كل ده من جواك ايه اللي هيحصل؟ هتبدا يحصل تجلي للجمال في حياتك. كمان من ضمن الحاجات الخطيره جدا في حرمان الشخص بالشعور بالجمال اللي احنا قلنا عليه الجمال الروحي ده، اللي هو الاستهانه بالمخلوقات. يعني مثلا انت في درجه علميه معينه، ممكن تلاقي نفسك بتستحقر حد ادنى منك في الدرجه العلميه. ده غلط. استحقار المخلوقات معناها ان انت بتسب الخالق سبحانه وتعالى، كانك بتقول لربنا بلسان حالك انت خلقت حاجه ملهاش لازمه. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق فيه خير وشر، هو ربنا هو اللي ادرى بالكون بالخلق بتاعه. فالمشكله في ناس عايزين يدوا نفسهم سلطه اعلى من سلطتهم البشريه، التاله. هو بيدي نفسه يقول لك لا اصلك ده ما ينفعش، وده مش عارف، اصلك ده كذا وده كذا وده كذا. لا، انت خليك في مملكتك الانسانيه، هي ركز عليها كويس جدا. ما تلتفتش للممالك اللي حواليك، ده فلان ده مش عارف بيعمل كذا، ده فلان ده بيعمل كذا، ده فلان ده بيعمل كذا. لا، ركز في مملكتك انت، اصلح المملكه بتاعتك. لو انشغلت بعيوبك مش هيبقى عندك وقت تشوف عيوب الاخرين. الشخص اللي هو فعلا بيتبع التعليمات الالهيه يا دكتور محمد، هو شخص زي ما قلنا تحقق ان هو شايف ربنا في كل تصرفاته، اللي هو المراقبه، اللي هو مقام الاحسان، اعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. انت كده بتراقب ربنا في كل حركاتك وسكناتك وتعاملاتك، حتى يصل بك الامر اللي انت هتتامل انت ليه اتظلمت في الحته دي. يعني ممكن تتعرض لظلم في حياتك عشان ربنا عايز يمنعك من الوقوع في شر اكبر. لكن عدم وقوفنا ووصلنا للسكون بيخليك ما تقدرش تشوف الحكمة الإلهية في كل حاجة. يعني مثلا لو احنا كده كجروب طلعنا مع بعض ودخلنا مثلا مكان فيه مراجيح وكده، في مراجيح موجودة عندنا في مصر مثلا بتقعد بتلف كده بطريقة دائرية بطريقة جامدة. لو انت ركبت المرجحة اللي بتلف دي، هتلاقي نفسك مش عارف تشوف البيوت اللي حواليك ولا الناس، لان انت بتتحرك بسرعة. لو اي حد من الجروب بتاعنا ده بقى نزل من المرجحة دي ووقف على الارض وثبت كده وبقى ساكن مش ما بيتحركش، والمرجحه قعدت تشتغل تاني وتلف، ايه اللي هيحصل؟ هو اللي واقف ساكن ده هيعرف يعدنا، ده هنا ده محمد، ده فلان، ده فلان، ده فلان، وده فلان. لكن احنا مش هنشوفه لان احنا ما زلنا متحركين. ولكن هو لما سكن ابتدى يشوف الحكمه المتحركه. فالشخص اللي بيتعرض لاختبارات لو ما سكنش مش هيقدر يستفاد، هي 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 هيرجع له الالم تاني وهيزيد وهيتكرر. ولكن لما الشخص يسكن كده، يبقى ساكن كده، يبقى عنده سكون، هيبدا يعرف الفلسفه من الحكمه الالهيه ويترقى. زي بالظبط كده الاختبارات اللي احنا بنخشها في الابتدائي، الاعدادي، الثانوي، الكليه، الجامعه، وهكذا، الكليه بعد كده التعليم العالي، الدراسات العليا والكلام ده كله. يبقى احنا كلنا في الدنيا دي ربنا على فكرة بيختبرنا بالخير والشر. يعني انت ممكن ربنا يختبرك بالصحة، ممكن ربنا يختبرك بالمال، ممكن ربنا يختبرك بالمنصب. فالاختبار مش زي ما الناس فاهمة ان هو لازم بيجيلك مرض وابتلاء وشدة وفقر. لا، مش لازم. فالناس اللي هو بيبقى بيعبدوا ربنا صح، ربنا بيخليهم بيديلهم مقام كده اسمه العبد الرباني. هو شخص بيشوف بربنا، بيتحرك بربنا، بيسمع بربنا. وربنا مش بيحل في شيء عشان بس يبقى الناس فاهمه، هو عباره عن تعبير ان شخص اصبح يرى بالله، شايف ربنا في كل حركاته وسكناته. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم واوتي المعارف والعلوم الكثيره، في علوم اشار اليها بالكلمات ولكن لم تاتي مفصله، وفي علوم سيدنا النبي اتكلم فيها تفصيليا. فمن ضمن الحاجات اللي سيدنا النبي اتكلم فيها
نظرا للسؤال اللي هو لصاحب الاسم جمال او جمال الدين نصيب، اه طبعا لكل امرئ نصيب من اسمه، ده قول مشهور. وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكلام ده، يعني كان بيأتي، كان في مجلس وكان كان عايز يخلي حد يحلب شاه، فواحد طلع فكان اسمه حرب تقريبا ان لم تخن الذاكره يعني، فسيدنا النبي قال له لا اجلس. واحد تاني طلع اسمه مره او حاجه زي كده، فبرضه سيدنا النبي قال له اجلس. فلما طلع واحد تالت قال له ما اسمك؟ فقال له يعيش، فقال اذهب واحلبها. وكان سيدنا النبي بيغير اسماء بعض الصحابه من اسماء سلبيه الى اسماء ايجابيه، فالاسماء ليها طاقه، ليها طاقه طبعا. وكان سيدنا النبي رفض يمر بين جبلين، كان جبل اسمه خزي والجبل التاني ليه اسم برضه سلبي، فالاسماء ليها سر. وسيدنا النبي كان بيسمي اعزكم الله الحمار، وكان بيسمي العمامه.